متابعي قناة شاهد، فيديو المطرب رامي جمال يعلن إصابته بمرض البهاق ويفكر في اعتزال الفن والعمل بمهنة أخرى. تابعونا في الفيديو ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. مع كل أسف أعلن المطرب رامي جمال إصابته بمرض البهاق، وكتب رامي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات للإنستجرام قائلا: الحمد لله، الحمد لله الذي أحبني فابتلاني وأقدرني على الصبر من فترة ظهرت بقع بيضاء في جسمي، وبالكشف عرفت إنه مرض البهاق، وجربت أنواع علاج كتير ودكاترة كتير وما فيش فايدة. وقال: رديت وسلمت أمر لله علشان عرفت إن الزعل بيزوده، وكفاية شغلانتي وصعوباتها والقلق الدائم من المستقبل. وفعلا بقى بيزيد لدرجة إن لفت انتباه الناس كتير، اللي بقى يقولي هتتعامل إزاي وإنت فنان، واللي يخاف يسلم عليا واللي يسألني هو ده معدي. رامي بيقول: أنا بقالي سنة فعلا لو عندي حفلة أو تصوير بتعب على ما أشوف طريقة أخفي بيها، لدرجة خليت ناس تقولي شوف بزنس تاني أعمله علشان الناس مش هتتقبلك بالمنظر ده. وفكرت في كلامهم بصراحة، لقيت عندهم حق، إن الجمهور عمره ما هيقبلني وأنا بلونين. وقال: لقيت عندي حلين فعلا، شكرا لحد كده على الشغلانة دي رغم اني حبي ليها وعدم معرفتي بغيرها، يا اما مش حداري تاني وهتقبلوني بيه وهترحموا كل اللي ربنا ابتلاهم بيه من نظرة او شكله غريب. والحمد لله على نعمة الاهل لانهم الوحيدين اللي بيقبلوا الواحد زي ما هو. لكن للأسف إن ناس كتير بتبقى مفكرة إن مرض البهاق ده الإنسان بيتولد بيه، لكن الحقيقة إن الأمر إن أي إنسان معرض للإصابة بالمرض، وسبب البهاق غير معروف بالتحديد، ويمكن يكون عوامل وراثية أو عصبية أو هو مرض للمناعة. وكتير من المرضى بيربطون حدوث مرض البهاق بحدوث حرق للجلد أو صدمة عصبية نتيجة شدة نفسية أو موت شخص عزيز على الشخص، لكن معظم مرضى البهاق في صحة جيدة، فإن بعضهم قد يصابون بواحد أو أكثر من الأمراض التالية، وهي مرض زيادة أو نقص إفرازات في الغدة الدرقية أو فقر الدم بسبب نقص فيتامين B12 أو داء السعلان أو بعض التهابات بالعين. بعد ما قام رامي بإعلان خبر إصابته بمرض البهاق، تفاعل عدد كبير جدا من الفنانين والمتابعين للفنان متمنين له الشفاء. كتير من الناس دعمت الفنان بخلاف الفنانين والمتابعين، يعني مثلا حد قال له: ايه اللي انت بتقوله ده، دي حاجة عادية زي اي حاجة تانية، انت انسان جميل وكل الناس بتحبك، انت فنان كبير وانا اول جمهورك. رامي كلامه كله محبط لأن هو مصاب بحالة نفسية سيئة نتيجة للمرض اللي بيعاني منه، لكن الفنان بفنه وبصوته عمره أبدا ما يكون بشكله. رامي جمال عبد الوهاب الفقي من مواليد المنصورة، وهو ملحن ومطرب مصري ودرس في كلية التربية الموسيقية. زينة كتبت للفنان رامي عبر حسابها وقالت: انت انسان محترم ربنا يعفو عنك، للأسف احنا في دنيا ما بترحمش والناس بقت صعبة، يا ريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة. وقالت له: انت انسان موهوب، يمكن ما كنش اتشرفت بمعرفتك بس قلبي معاك، واوعى تفكر تتهزم، ده مرض عادي وربنا يعفو عنك، وقول الحمد لله والناس الرحيمة كتير، واعتبرني من اهلك والانسان بموهبته واحترامه واخلاقه وبس.
الفنان رامي جمال بيعلن إصابته بمرض البهاق وبيفكر جديا في اعتزال الفن بسبب تغيير في ملامح شكله، وإن الناس عمرها أبدا ما هتقبله وهو بلونين، لدرجة إن هو وضع حلين لمشكلته، يا إما يعتزل الفن ويدور على شغلانة تانية، يا إما الناس تتقبله بشكله. وللأسف فعلا كتير الإنسان ما بيتعرض للتنمر، خصوصا إن مرض البهاق مش معدي ولا حاجة، لكن الناس فكرت إن المطرب رامي جمال عنده مرض معدي لدرجة إنها بتخاف تسلم عليه. الفنان رامي متزوج من ريمان اللي سابت مجال الغناء لمدة 4 سنين ورجعت له تاني عن طريق ديو غنائي بينها وبين زوجها رامي جمال.